وينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات الإقليمية والخبير في الشؤون الإسرائيلية. حياك الله، أهلا بك معنا دكتور علي. في البداية، يعني بنيامين نتنياهو الذي رفض إطلاع بن غفير على هذه المسودة، بتقديرك هل بنيامين نتنياهو سيقنع بن غفير وسموتريتش بربما قبول هذا المقترح في ظل منحهم كامل الصلاحيات في الضفة الغربية، أم بتقديرك إن تعنت هذا الثنائي سيذهب بنيامين نتنياهو لحل الكنيست وبالتالي الإعلان عن انتخابات مقبلة؟ نعم، تحياتي لك منى وتحياتي للسادة المشاهدين، واسمحي لي أنا من باب العمود من باب حطة أتحدث إليكم عبر قناة الغد الموقرة لتصل إلى كل المتابعين والمشاهدين على بعد 20 متر من المسجد الأقصى المبارك، ونحن في لحظات أذان الظهر لصلاة الجمعة. تحياتي لك مرة أخرى. حياك الله، حياك الله. نعم، يعني أنا أعتقد أن نتنياهو لا يحتاج ربما إلى بذل الجهد الكبير من أجل إقناع بن غفير وسموتريتش في البقاء في الحكومة. بن غفير وسموتريتش لن يترك الحكومة. بن غفير وسموتريتش لديهم أيديولوجيا، لديهم سياسة معينة، لديهم أهداف بوجودهم في هذه الحكومة. لن ينتهوا من هذه الأهداف حتى يتركوا الحكومة. أمامهم برامج كبيرة جدا. سموتريتش هو وزير المالية، لم يكن يحلم بهذا المنصب. كل موازنة إسرائيل في يد سموتريتش موجهة إلى الاستيطان، إلى تعزيز الاستيطان، إلى حشد آلاف من المستوطنين. بالأمس كان يقودهم في باب العمود. هؤلاء الآلاف كيف يتم حشدهم إلا من خلال الأموال ومن خلال الموازنة؟ وكان معه بن غفير أيضا، وأيضا الوزيرة مايا جولان. على أي حال، أيضا بن غفير لديه أجندة: تهويد القدس، تقسيم المسجد الأقصى المبارك، السماح للجماعات اليهودية المتطرفة التي يقودها بن غفير أيضا من أجل الاقتحامات. إذا لا يمكن بن غفير وسموتريتش أن يترك الحكومة، وبالتالي أنا بتقديري نتنياهو تمكن في الأسبوع الماضي من خلق حالة من الإرباك، حالة من التخبط في الشارع الإسرائيلي. يوجه خطاب إلى بن غفير، ثم بخطاب مختلف إلى مظاهرات شارع أيالون وكبلن وديزنغوف وقيصاريا والقدس الغربية، وأيضا يخاطب المعارضة بخطاب آخر. أنا بتقديري أن نتنياهو لم يعد أمامه مساحة من المناورة. ربما الديدلاين التي منحته له أمريكا بايدن انتهى. أصلا المقترح الذي قدمه بايدن، الخطاب الذي قدمه بايدن، هو مقترح إسرائيلي. الآن أنا بتقديري الأمور تقدمت 10 خطوات إلى الأمام، بمعنى وصلنا إلى اتفاق سياسي مكتوب. كل النزاعات، كل الصراعات في العالم تنتهي باتفاق سياسي مكتوب. وأنا بتقديري أن الرد الذي أرسلته حماس كان ينص بشكل واضح اتفاق خطي مكتوب بضمانات أمريكية، بضمانات من الوسطاء، وأيضا بتوقيع إسرائيل على هذا الاتفاق. إذا نحن على أبواب ليس صفقة تبادل أسرى فقط، بل نحن على أبواب اتفاق سياسي من أجل وقف إطلاق شامل لوقف إطلاق النار. ولكن بقيت الكرة في ملعب وتبقى في ملعب نتنياهو. أنا بتقديري أيضا نتنياهو أمام المجازر التي ارتكبها يوم أمس في مدرسة للأونر، ومكان لإيواء النازحين في النصيرات، ومن قبلها في دير البلح، ومن قبلها في البريج وخان يونس، وخيام النازحين تم حرقهم في رفح. أنا بتقديري لم يعد هناك مجال للمناورة أمام نتنياهو سوى القبول بصفقة تبادل أسرى. نعم، يحاول أن نكسب مزيد من الوقت، ولكن لم يعد أمامه سوى القبول بصفقة تبادل الأسرى. حاليا يحاول ترويض بن غفير وسموتريتش بمزيد من الهدايا السياسية، ويحاول الآن، أنا بتقديري بقي ربما أقل من 24 ساعة للمؤتمر الصحفي. بيني جانس أيضا سوف يشكل أيضا تطور مهم جدا في هذه الصفقة. بيني جانس مساء السبت سيكون هناك آخر مرحلة أو فترة زمنية أو ديدلاين الذي منحه إلى نتنياهو. ربما هناك مؤتمر صحفي له ويقرر إذا كان يقدم استقالته أم إذا أن يبقى في الحكومة. أنا بتقدير ربما تحدث دراما في اللحظات الأخيرة بالنسبة لبيني جانس، وأقصد بذلك أن تكون هناك ربما تعهد خطي من نتنياهو بالمضي قدما في صفقة تبادل الأسرى. صحيح يعني دكتور علي، الحرب تنتهي إما باستسلام أحد الأطراف أو ربما بالذهاب إلى مفاوضات وسلام. هنا دكتور علي، إذا كان الاحتلال الإسرائيلي كما تفضلت حضرتك بنيامين نتنياهو يرفض هذا الاتفاق الذي صاغه بنفسه مع كابينة الحرب، ويقول أن ما أعلن عنه جو بايدن تنقصه بنود كثيرة كانت تتحدث عنها إسرائيل، ويقول أنه لن يبعث أيضا وفد للتفاوض إلى الدوحة قبل أن تقبل حماس بهذا الاتفاق،
كيف لحماس أن تقبل بهذا الاتفاق ومن ساغ هذا الاتفاق لا يقبل به؟ فبالتالي نحن أمام أي سيناريوهات دكتور علي؟ دائما نتنياهو يحاول مرة أخرى المراوغة السياسية والكذب السياسي. نتنياهو كتب المقترح بيده ووقع على المقترح بيده، وهو من أرسل المقترح إلى بايدن لكي يتم الإدلاء به في البيت الأبيض. يعني هذا تطور مهم جدا، الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن داخل البيت الأبيض يعلن خارطة الطريق لوقف إطلاق النار المستدام أو الشامل. ليس مهم هنا المصطلحات والمفردات، ولكن المهم أن هناك وقف إطلاق نار شامل. ويأتي نتنياهو يقول بأن خطاب بايدن ليس دقيق. ما أنت اللي كتبته، نتنياهو هو بنفسه كتب هذا المقترح. ولكن لماذا يعمل أو يفعل هكذا نتنياهو بهذه ربما المراوغات السياسية؟ لأن نتنياهو لديه أيديولوجيا، ما زال نتنياهو يحمل أيديولوجيا الانتقام من أطفال غزة وقتل أطفال غزة. ما زال نتنياهو لديه خطة، وهي احتلال عسكري كامل لقطاع غزة وحكم عسكري وإدارة عسكرية في قطاع غزة. ولكن أنا بتقديري كرة الثلج بدأت تتدحرج ولا يستطيع نتنياهو أن يتحكم بها. انظر ماذا حدث، والجمهور والمشاهدين حتى الإعلام الإسرائيلي، طائرات مسيرة تقصف في حرفيش تجمع للجيش الإسرائيلي. بالأمس كينيون في كريات شمون تم تدميره. نتنياهو يعتقد بأن الأمور ستبقى في يده. أنا بتقديري ربما هناك أمور الآن تفرض نفسها على الطاولة. الجبهة الشمالية تشتعل، الحرب تشتعل، وكريات شمون تحترق. هكذا عني وأنا صحيفتي دعوت أحرنوت في افتتاحيتها. إذا ماذا بقي لنتنياهو؟ أنا بتقديري المناورة انتهت، عامل الزمن ساعة الرمل خلصت، الديدلاين منح إلى نتنياهو انتهى. إذا نتنياهو أمام ضغط دولي، أمام ضغط عالمي، ضغط داخلي. وبالتالي أنا أعلم جيدا من مراكز الأبحاث الإسرائيلية بأن نتنياهو ما زال مصر على تنفيذ الخطة التي وضعت في مكتبه ولم يتم الكشف عنها حاليا، وهي احتلال عسكري كامل لقطاع غزة مع التحكم في جميع المعابر البرية واستمرار سياسة التجويع من أجل إجبار حركة حماس ربما على رفع الراية البيضاء والاستسلام. أنا بتقديري حركة حماس يوم أمس السنوار قال لن ننزع سلاحنا ولن يخرج السنوار رافع الراية البيضاء. إذا ماذا بقي أمام نتنياهو؟ الحرب تشتعل في الشمال، ربما الحرب والجبهة الشمالية هي من تقرر وقف إطلاق النار في النهاية، ويصبح نتنياهو أمام الجمهور الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية الكاملة. 8 أشهر فشل في غزة وجبهة تفتح الآن في الجبهة الشمالية، ولكن نسي أيضا بأن البحر الأحمر ما زال محرم على إسرائيل، المحيط الهندي محرم على البواخر الإسرائيلية والتجارة الإسرائيلية، مضيق باب المندب أيضا المقاومة الإسلامية في العراق. نتنياهو ما زال يجهل كل هذه المعادلات ويعتقد بأن نتنياهو هو ملك إسرائيل، هو بن غوريون الثاني. أنا بتقدير الله نتنياهو الآن بدأت ساعات التنازل السياسي وربما الساعات الأخيرة بعهده السياسي. صحيح أن يعني منذ 7 أكتوبر حتى اليوم دكتور علي، يعني إسرائيل غادر منها 1 مليون يهودي، غادروا من إسرائيل من أصل 7 ملايين يهودي، 30% من رأس المال العامل بإسرائيل أيضا غادر إسرائيل. كلفة الحرب مع الحزب حتى الآن 9 مليار دولار، وأيضا مع قطاع غزة حتى الآن 60 مليار دولار، هذا هو حجم الكلفة. بالتالي هل بتنا اليوم أمام كل هذه العوامل أمام يأس وجودي لإسرائيل بتقديرك؟ يعني ربما كان هناك رئيس نقابة العمال وأيضا رئيس نقابة المهن الصناعية والذي أدلى بتصريحات واضحة بأن خسائر القطاع البناء والصناعة في إسرائيل قد وصلت إلى درجات كبيرة جدا. البنك المركزي في إسرائيل، بنك لأمي وبنك أبو عليم، قال بأن الخسائر وصلت إلى درجة كبيرة جدا. وبالتالي وصلت خسائر إسرائيل وفقا لمصادر إسرائيلية 70 مليار دولار خسائر إسرائيل منذ 7 أكتوبر. 250 ألف مستوطن تم إخلاءهم من الجنوب عسقلان وغلاف غزة، 90 ألف مستوطن في الجبهة الشمالية في الجليل كريات شمون المطل نفتالي شلومي، كل هذه المستوطنات تم إخلاءهم وبالتالي توجهوا إلى إيلات أو إلى طبرية أو إلى قلب تل أبيب. أيضا هناك هجرة معاكسة والخروج من مطار بن غوريون. الآن الإسرائيليين بدأوا يفكرون، صدقيني منى والسادة المشاهدين، الآن دخلت مفاهيم جديدة إلى الفكر الإسرائيلي. أين هم ولماذا هم هنا؟ مفاهيم جديدة بدأ يفكر الإسرائيلي، ما هي علاقته بهذا المكان؟ بعد الآن 76 عام
من الاحتلال يصل الإسرائيلي في كريات شمونه إلى هذا الفكر ولا يريد أن يعود إليها. أيضا غلاف غزة لا يريد أن يعود إلى غلاف غزة. إذا هناك مفاهيم جديدة تجعل من إسرائيلي يغادر إلى مطار بن غوريون. انظري حتى المتدينين، حتى رئيس الحقامات كبير حقامات إسرائيل قال نغادر ولا نتجند، نرفض قانون التجنيد. يعني تخيل إلى الفكر الموجود عنده، هو ما عنده أي ارتباط بهذه الأرض، لا علاقة له بالجبل والوادي، لا يوجد له انتماء ببحر أسقلان، لا يوجد له أي علاقة ببحر تل أبيب. المشكلة في أن هناك الصهيونية، الحركة الصهيونية هي من وضعت كل هذه المشاريع، وبالتالي هناك الآن إعادة صياغة جديدة لوعد بلفور وسايكس بيكو وكل المعادلات، حتى أوروبا، حتى الاتحاد الأوروبي بدأ يفكر جيدا في كل التاريخ ربما الذي كتب بأقلام مزيفة. نحن الآن أمام مشهد تاريخي جديد، غزة ترسم خارطة للشرق الأوسط، وغزة تصنع المجد والتاريخ للشعب الفلسطيني. العالم يهتف باسم فلسطين، جامعات أمريكا يا جماعة، جامعة ييل وكولومبيا وهارفارد وأريزونا، جورج واشنطن يلف بالعلم الفلسطيني، فلسطين ويل بي فري، العالم كله يهتف لفلسطين. أين أنت يا نتنياهو؟ الرواية الفلسطينية وصلت إلى كل العالم، وبالتالي هذا تطور مهم أختي منى، زميلتي منى، هذا تطور مهم جدا. السادة المشاهدين، العالم كله، الرواية الفلسطينية تدخل كل بيت في العالم. إذا أنا بتقديري أن الشعب الفلسطيني انتصر بغض النظر، نعم 40,000 شهيد خسرنا ودمرت غزة و80,000 جريح، ولكن التاريخ هكذا يتم صناعته. طيب. بدماء الشهداء، هذه فترة الحرية التي ندفعها، لم تكن غزة الأولى، دير ياسين كانت، والطنطورة وقبية وكفر قاسم وصبرة وشتيلة، وبالتالي نحن ما زلنا على طريق الحرية وندفع الدم الفلسطيني ثمنا لهذه الفاتورة الغالية. دكتور علي، الجبهة